مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زين، برنامج الجمال والموضة. في حلقة اليوم اختارينا أننا نتكلم لكم على اللون اللي دارج بكثرة هذا الموسم، كنلقاو في المحلات التجارية، كنلقاو في جميع الألبسة، في الأكسسوارات وحتى المكياج. أما فقرة فوكيوس فغادي نتعرفوا على جديد مكياج صيف 2014، وفقرة غلوكين غادي تكون معنا مشاركة اللي كيف ما العادة غادي نعطيوها نصائح في تغيير اللوك ديالها. خليكم معنا. لو روز كنلقاو هذا الموسم في جميع المحلات ديال الالبسه، ديال الاكسسوارات، ديال المكياج وحتى العطور. هذا اللون كنلقاو دي فاريونط مختلفين اللي كيوالموا كل سيده. كنلقاو لو روز فوشيا، لو روز بونبون، لو لي فريز وحتى لو روز دراجي. نشوفوا الصور. اللون الوردي ظهر بكثره هذا الموسم من ناحيه الملابس او المكياج، سواء في ان لوك ابيي لبسه ديال الخدمه ولا بلو دي كونتراكتي. اللون الوردي هو اللي خاصكم تستعملوه في هذا الموسم. شفنا لو روز في جميع التنوعات ديالو في لي ديفيلي ديور، اليساب وشانيل. عند ديور لو روز لاحظناه في قطع مختلفه بحال سايات دي ديباردور ولا حتى السماطي ديال سنادل. لاحظنا اللون كذلك في ان بول ماي روز بونبون وصاياك حلال اللي كيعطينا ان لوك سبورتي شيك. اخيرا وجدنا كذلك اللون روز ساتيني في اون فيست طويله وبلاك مام. عند اليساب اللون الوردي سوموني ظاهر كذلك وكنوجدوه في كل قطع، كساوي باتينوز ولا حتى سايات طوال. اما عند شانيل لو روز كنوجدوه بكثره في ليزاكسيسوار، فولارات، سيكان ولا حتى الدبالج اللي كيتماشاو مع اللبسات اللي مغلوقه ولا سبور. لو روز بحال كل الوان بلوك كيتلبس في لمسات قليله. نجتنبوا اذا لو فاشن فو با باستعمال لو روز فوشيا في اللبسه كلها باش ما نبانوش بحال اون باغ بابا كبيره. الا بغيتوا تستعملوه في اللبسه كلها اختاروا ان لوك صيفي واستعملوا لون وردي بارد او خفيف بحال لا كوليكسيون ديال اليساب. لي مانكان لبسوا ان روز سوموني اللي شفاف وكيعطي احساس ديال الخفه اللبسه بحال هاد لونسومبل اللي بلا دونتيل سوموني وهاد السروال الواسع كولور بلوك اللي ما كيخنقوش اللبسه بزاف. بالنسبه للمكياج وباش تفاداو ليفي بوبي اختاروا لو لوك ناتوريل ولا غلوي اللي غادي يعطيو لمسه شابه للوجه ديالكم. بلمسات قليله اون توتال لوك في المكياج ولا حتى في الضفار ديالكم اللون الوردي كيبقى هو اللي خاصنا نستعملوه هاد الصيف، ما بقى لينا الا نتاخدوه. لي ميزون دو كوزميتيك اختاروا لهاد فصل الربيع والصيف الوان متعدده، وكيف ما سبق لينا وشفنا في لا توندونس ديال الحلقه اليوم اللون الوردي هو اللي طاغي بكثره. كنلقاوه في لي غلوس، في لي روج اليفغ، في لي بلوش وحتى لي فارا بوبيير. نشوفوا الريبورتاج. جمال السيدة ما كيكتملش إلا بوضع المكياج، لطريقة استعماله كتختلف على حسب الفصل اللي كانت واجده فيه. وبما أننا في فصل الصيف فغالبية النساء خلال قضاءهم العطلة كيبغيو يبانوا بمظهر زوين وبسيط في نفس الوقت. فشنو هما لي ديغنيغ توندونس ميكاب الموجودة هاد العام؟ بان لي ديغنيغ توندونس ميكاب إيتي 2014 هاد السنة سميتو الهيلثي، يعني عندنا لو تان غيكون فخي، تنحافظوا على البشره ديالنا كيف ما هي لونها هو الطبيعي، كنزيدوا عليه شويه ديال اللون باش نعطيوها لو تان برونزي اللي تقلبوا عليه النساء في الصيف. الحجبان هذا العام لا توندونس الحاجب تبقى ناتوريل، الا كان غليظ غير تنقيوه شي شويه. بالنسبه للعينين خاصنا لا كولور تكون كلير، تمشيو الازرق السماوي، تمشيو الالوان الزهريه شويه اللي بحال الوردي، الكوغاي، الاخضر. فوق العين ما نديروش ديغرادي، ما بقاش على مود، تنديرو لون واحد ولا كنديرو الوان حدا بعضها. هادو هما لي طوندونس هاد السنه. للحصول على لوك جميل لابد من اختيار لي برودوي المناسبين اللي كيلعبوا دور كبير في ابراز ملامح الوجه بشكل طبيعي. لي برودوي اللي يمكننا نعتمدوا عليهم اولا هما لي سوان دو بو، خاص ضروري واحد يغذي البشره ديالو لو ماكسيموم بلو سيروم، بواحد يدير الكونتور دي زو، يعني
تغذية البشرة مهمة جدا في المكياج. في الميك اب ديال العينين تستعمل مثلا منتوج اللي هيعطي واحد اللمعة في العينين اللي هو تيكون فاتح. كنا نستعمل قلم ديال الوان لون فاتح. بالنسبة للجلوس اخر ما خرج هو هذا اللي تيعطي الفوليوم لابوش وتيكون واحد لمعان فيه بحال دايرة الماء يعني ما تيكون ميه. وباش تكوني دائما متميزه ومتألقه كنزة الزرق خبيره التجميل غادي تقترح عليكم اللوك اللي كيتماشى مع اجواء الصيف. نبقاو مع هاد الديمونستراسيون. دابا غنقدم لكم لوك فرانش بالغين. غنبداو اولا باستعمال هاد السيروم. دونك تنستعملوه على جميع اماكن الوجه. دونك من بعد نستعمل جينيفيكيور اللي هو كونتور دي زو. دونك تنستعملوه بهذا لابليكاتور افيك ان جيست دائري حول العين. تنستعملو لاكريم جينيفيك مغذيه جدا للبشره. ما تنساوش ديما حتى هو العنق يفي بارتي دو فيزاج. دونك تنستعملو لا باز. هاد لا باز تثبت لينا المكياج. تستعمل قبل فون دو تان. بعد عندنا فون دو تان اللي تعطي لمعان البشره. تستعملوا لا بودغ ايلوميناتريس فوق الفون دو تان. دونك تنديروا هذا لو موفمون دائري. دابا غنمروا للعينين. المرحله الاولى غنستعمل هذا اللون الوردي الفاتح جدا اللي هو اللي تعطي اللمعه هنا في قلب العينين. تنحطوه على لا بوبيير. ماشي مشكله الا استعملتوا الاصبع ديالكم باش تثبتوا به الفارا بوبيير. تناخذوا البانسو وتنديروا ان موفمون فيبران بهذه الطريقه. اخر حاجه ملي تديروا في المكياج ديالكم تستعملوا لو غلوس اللي هو يعطي الفوليوم للشفتين بهاد لا كولور باش. فصل الصيف كيكثروا الحفلات ديالنا وكنبغيو نديروا مكياج صيفي ونبقاو دائما مواكبين لي ديرنيغ طونطونس. فشنو هو الجديد اللي جاو بيه ولكن هذه المره فيما كيخص مكياج السهره؟ لي ديرنيغ طونطونس كما قلنا في المكياج دو سوار سوار دير اون سول كولور فريش اخضر ازرق كوراي. سوار غادي دير لو شاربونو غادي ديروه. دابا هاد لا طونطونس هاد السنه دايرين لي بران كلير كولور كويفري وكيزيدوا عليه شويه ديال لي ميكرو بايت من الفوق باش تعطي داك لا بريونس اللي كنقلبوا عليها في فصل الصيف. درجة الحرارة اللي كتكون مرتفعة وكذلك كثرة التعرق كيخلي المكياج ديالنا يبدا يختفي تدريجيا، وللمحافظة عليه نقدموا لكم هاد النصائح. إذا النصائح اللي كنقدر نقدم للسيدات باش يحافظوا على المكياج ديالهم دي باز سميتهم باز فيكساتريس سا فيدير هذوك لي باز كيخليو أنا الفون دو تان ديالنا يقبض بلوس والمكياج ديالنا يقبض بلوس. كاينين لي باز كيفيكس لو مكياج سا فيدير كيفيكس لو فون دو تان وكاينين لي باز اللي كنديرو سوغ لي بوبيير قبل ما نحطو لو فارا بوبيير ديالنا. مثلا الا تيعجبك فون دو تان ديالك اللي كتستعمليه في الشتاء باش تبقاي تستعمليه في الصيف غادي تخلط معاه لا كريم دو جور ديالك هو اللي كتبقى تستعملو في الصيف. منها كيغذي البشره ومنها كيحافظ عليها من لي زاغريسيون دو سولي. بلا ما نعاود ناخذ ان اوتر فون دو تان ديالي نيت كنزيد عليه لا كريم دو جور. وصلنا لفقرة غولو كينغ. كيف ما العادة معنا مشاركة اللي غادي نساعدوها في تغيير لوك ديالها، وحتى نتوما من خلال غولو كينغ هذا الأسبوع غادي تعرفوا كيفاش يمكن لكم تختاروا الملابس اللي غادي يوالموكم إلى زدتوا في الوزن. نشوفوا الصور. اليوم معنا كريمة من مراكش اللي غادي نديروا ليها ان غولو كينغ بارتيكولي. المشاركة اللي معنا عندها الوزن زائد وما كتعرفش تختار الملابس المناسبين لها. فريق زينزان غادي يحاول يلقى لها اللوك لإخفاء العيوب وفي نفس الوقت يبين لها لطاي.
كريمه صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك معنا في لوكينغ زينه زين. السؤال اللي تنسولو لي كانديدات اللي كيدوزو معنا كاملين، علاش بغيتي ديري هاد لوكينغ وشنو النتيجه اللي كتسناي؟ داكوغ، بغيت ندير هاد لوكينغ باسكو غلاديت واحد شويه بارابور كيف كنت. صافي دو زون دابا كو ولا عندي ان بروبليم في لو شوا ديال لي زابي او نيفو دو فونتر لي اونش دوكو اي حاجه سورتو مع لي تاي باس. دونك ولا عندي ان بروبليم، داكشي علاش جيت لعندكم. اي فوالا، حنا غادي نحاولوا نعطيوك نصائح ونعطيوك لي تونو لي كوب ديال السراول ديال لي روب لي غادي يوالموك. هادي بالنسبه لا بروميير بارتي ديال لوكينغ ديالنا. في لا دوزيام بارتي كتكون عندنا اون بروبليماتيك اللي عندها علاقه بالجمال، شنو الحاجه الاخرى اللي مازال بغيتي تعرفي كيفاش يمكن لك تصوبيها؟ نبغي نعرف بوغ لو ماكياج، جيمري بيان كنكون ندير ان ماكياج ديسكري بوغ توت لا جورني لو ترافاي لو بيرو، مي او ميم طون يكون كي كاموفل لي تاش ولا يخرج لي تخي جاولي. هادشي غادي نشوفو في لا دوزيام بارتي. دابا كريمة كنقترح عليك نمشيو نشوفو لي توني، اجي معايا. خديجة صباح الخير. الوغ جينا عندكم اليوم بغينا دي تونو لكريمه، يا كانديدات اللي معنا هاد لا سيمين. كريمه لو بروبليم اللي عندها هو كانت ضعيفه من بعد لا بري دو بوا، دونك ما بقاتش كتعرف تلبس الحوايج اللي غادي يوالموها. بغيناك تعطينا دي تونو يكونوا بدي كولور فاتحين ديال هاد لا سيزون هادي اللي قدو يوالموها. وي بيان سور، سو كو جو فو بروبوز سي بروندر دي كولور ان بو فيف بحال هاد لا روب باغ اكزومبل. هي التيسيو ديالها، وي لو تيسيو ديالها شويه واقف، ce qui permet باش انه يخبي دونك ميم سي واخا البيض لو تيسيو يمكن لي غادي يجمعها جوستمون. البيض نورمالمون تيبين لا طاي، مي هاد لو تيسيو هذا شويه واقف الوغ ساكاج. جو فو بروبوز اوسي دو بروندر هاد لو بونتالون افيك هاد لو هو اوسي لو جين كوم تا هو تيخبي لي طاي سا اوسي لا روب نوار. اون سي تري بيان كو لو بازيك اللي خاص يكون عندنا دائما في البلاكار. بيان سور. داكوغ خديجة، دونك غادي نعطيك كلمة لي تونو تقيسهم نشوفو كي غادي يجيوها. ميرسي. جو فوزون بخي. كلمة هذا هو لو بخومييي لوك اللي اختارينا ليك، كيفاش جاتك هاد لا تونو؟ ديكونتراكتي مزيانة، ديجا لو او شوية طويل دوكو هذاك لو بروبليم اللي كان عندي مبقاش. اي مرتاحه فيها مزيان. الوغ انت درتي على لو او ديجا لا كولور سي اون كولور لي تري توندونس اللي جات مع حتى لو تان ديالك. بالنسبه لا كوب ديال لو او طويل جي او نيفو دي هانش باش نغطيو بيان سور لي بتيت روندور اللي تيكون عندنا، و سي ان او لي امبل يعني ما تيبينش الكرش ولا حتى شي حاجه. بالنسبه لو بونتاكور اختاريناه بلون، حنا تنعرفوا بان لي بونتاكور رجعوا دارجين هاد لا سيزون عاوتاني. لو بلون سي اون كولور ديال الصيف ديال لو برانتون، سي اون كولور لي بارده. غير خصنا نعرفوا كيفاش نختاروا لو بونتالون بلون ولا كيفاش نلبسوا لو بلون في لو با ملي كنكونوا عندنا دي روندور. خصنا نختاروا لا كوب اللي تكون مقاده اللي غادي توالمنا، وطبيعه الحال حتى لو تيسيو الا اختارينا ان تيسيو اللي تيكون واقف فكيجمع ما كنبقاوش نشوفوا لي روندور. بالنسبه لي زاكسيسوار اختارينا ان سوتوار دوغي باش يجينا مع لو فير، تنعرفوا لو دوغي ولو فير تيجيو مع بعضياتهم. لو سوتوار يمكن لجميع السيدات يديروهم. بغيت نعطي غير واحد النقطه بالنسبه للسيدات اللي سيكون عندهم لو كو قصير، من الاحسن يتجنبوا انهم يديروا لي كولي. حنا تنعرفوا بان لي كولي الكبار ولي شارجي هما اللي دارجين هاد لا سيزون هادي، فمن الاحسن نختاروا ان سوتوار ولا ان كولي اللي يكون فان. دونك كانت هادي اللبسه الاولى، ندوزو نشوفوا اللبسه الثانيه. ميرسي. كريمه كيفاش جاك هذا الستيل اللي مختلف على تقريبا على داك اللي شفنا في الاولان؟ وي جاني مزيان، حتى هو دي كونتراكتي، وخا حتى ديرنييرمون ما بقيتش كنقدر لي بونطالون بس لي بونطالون جين سليم حيت كنقول راه تيبينوا ليا شي، مي دابا لا جو مي سون بيان فيه سورتو مع هذا لو او. دونك مزيان. الوغ اللي خصك تعرفي هما لي روندور ما عندكش في لو با ديال لو كور ديالك، عندك شويه ديال لو فونتر شويه ديال لي بواني دامور. هادشي يمكن لينا غير نلبسو دي او اللي غادي يديروا لنا ليكيليبر بين الفوق والتحت ديال لو كور ديالك. هاد المره كيف ما قلتي اختارينا ان بانطالون ان جين سليم روتروسي، لبسنا معاه هاد لو بتي او بلون درابي، دونك كيدرق توت لي يمكن نقولوا لي روندور ولا الكرش. بالنسبه لو كول ديالو كول في، ف انت من الاحسن انك تلبسي هذا النوع ديال لي كول، سا مي اون فالور لو كو ديالك وحتى حتى لا بواترين. وبالنسبه لي زاكسيسوار ما درناوش بزاف هاد لا تونو، اختارينا غير ان ساك بلو اللي كيتمشى مع لا تونو. دونك هذه هي اللبسه اللي اقترحنا عليك، دونك نشوفوا اللبسات الاخرين. شكرا.
ميرسي. كريمة هاد المرة اختارينا لك اون روب نوار، تنعرفوا بأن لا روب نوار خص ولا بد تكون عندنا في الكارد روب ديالنا. كيفاش جاتك هاد لا توني هادي؟ مزيانة ودي كونتراكت حتى هي و شو أليز فيها وحتى لا كوب ديالها زوينة. ألوغ ما متفقاش معاك في دي كونتراكت، هي كلاسيك وأبيي هاد لا روب هادي. يمكن لك لبسها إلا كان عندك أن ديني، يمكن لك لبسها حتى في الخدمة ديالك. درنا معاها اون تيت بوشيت روج باش نخرجوا من هذاك لو نوار ونعطيو شويه لا كولور لا توني. بالنسبه لا كوب ديال هاد لا روب جاتك والمات لا مورفولوجي ديالك، سي اون روب دووات. بالنسبه للفوق فيها لو درابي كيف ما قلت لك قبيله، دونك كيثير الانتباه لحاجه اخرى من غير لي روندور. فيها اون تيت سانتور بو ماركي لا تاي، وبطبيعه الحال كيف ما قلت لك من الاحسن انك تختاري دي كولفي فهما اللي كي ميت اون فالور لو كو ديالك ولا بواترين. ندوزو نشوفو اللبسه الاخرى. ميرسي. كريمة هادي لا ديغنيغ تونو اللي اختارينا ليك، كيفاش جاتك هاد اللبسة هادي؟ جاتني مزيانة سورتو افيك لا فيست، مي ما ارتحيتش فيها بزاف. علاش ما ارتحيتيش؟ جاتني ان بو سيغي من هنايا. الوغ هادشي علاش حنا درنا لا فيست. هاد لا فيست كيما تتشوف ليجيرمون سانتخي بور ماركي لا تاي، مع لا تاي ديالك لي با فريمون ماركي. لبسنا معاها هاد لا روب بلونش، كنعرفو بان لو بلون كيما قلت لك سي اون كولور فريش ديال الصيف. بالنسبه لكيما قلت لك قبيله، ملي تبغي تاخذي لو بلون خصك تعرفي اختاري لو تيسو ديال اللي غادي يوالمك. خصك تاخذي دي تيسو اللي يكونوا واقفين اللي غادي يجمعوا لا تاي ديالك. حنا اختارينا لك ربعه ديال لي تونو، ثلاثه الاولين عجبوك، كاين وحده فيهم اللي ارتحيتي فيها اكثر؟ لو جين اي لو بلون. الوغ هذيك لا تونو هي اللي غادي نخليوها للشوتينغ. قبل ما ندوزو لا ميز اون بوتي ديالك غادي نبقاو مع هاد لا كابسول مود ونرجعو من بعد. الاكسسوارات كيعطيو ستيل للباس ديالنا. اليوم غادي نشوفو لي طوندونس جديده في واحد من الاكسسوارات اللي الكل كيبغي، لو كولي. لي كولي الكبار هما الاكسسوارات ديال هاد الفصل، كيتلبسوا مع لي روب ولا حتى مع القوامج الا بغيتو لوك ابي. هاد لي كولي الكبار كيغطيو على الديكولتي بحال شي فولار ولا بحال شي كول. حتى الملابس البسيطه كتبان شيك الا ستو عليها هاد الاكسسوار. لبسوه مع اون بوتيت روب كحله بسيطه في المناسبات ولا مع قميجه وجين كلبسه ديال كل يوم. الا كان عندكم قصير فضلوا السناس الطوال اللي كيبينوا العنق اطول وكيبينوا حتى الجسم اطول. تقدروا تلبسوا هاد السناسل مع دي بول كول رولي مثلا، وما تنساوش ايضا لي سوتوار الا بغيتوا ان لوك ايبوري وستيلي. لي سوتوار كيسلطوا الضوء على لا نوك ديالكم، على العنق وعلى الوسط ديال الجسم. تقدروا تلبسوا لو سوتوار مع دي كول في الا كانوا كيجيو معاكم. لي كوليي كيبانوا بزاف في اللبسه ديالكم حيت كبار، داكشي علاش من الاحسن تختاروا ملابس بسيطه مع حلقات صغيره. إلا اختاريتو سناسل لبسو معاهم دي براسلي وخاتم كبير، ولكن ما تفوتوش ثلاثة ديال الأكسسوارات مع كل لبسة. ما تردوش الآن تختاروا وحدة من هاد لي طوندونس وسيروا تختاروا الكولي ديالكم بسرعة. عزيز صباح الخير. صباح الخير. جينا عندك اليوم باش تهضرنا على الماكياج ديال النهار. دونك كريمه بغات تعرف كيفاش يمكن لها دير الماكياج اللي غادي يوالم لابو ديالها لي تخي ديالها واللي يضرق لها الا كاينين شي عيون. شنو يمكن لك تقول لنا؟ بالنسبه اول حاجه سر الماكياج هو في التشخيص، يعني في الشكل ديال الوجه، شكل الحاجبان، شكل العينين، شكل الانف وشكل الشفاه. الوغ شنو جوستومون بارابور لهاد لي كريتير اللي قلتي لينا، شنو الماكياج يمكن لك تنصح به كريمه؟
بالنسبه للماكياج ديال كريمه كنعرفوا بان عيونها شويه جلوبولو خارجين شي شويه، نحاولوا نفونسيو هاد لابارتي الجفن المتحرك او لابوبيير موبيل باش نحاول ندخلوها على معادله ديال الظل والضوء. بالنسبه للانف وكذلك كيفما كنشوفوا بانه عريض شي شويه من هنايا، سنحاولوا نحتوه من هنايا بخلال الظل او لا كوريكسيون اللي حاجه اللي غتكون مغلوقه، ومن هنا كنديروا شي حاجه كلير باش نعطيو لا فالور لوني. بالنسبه لي ليف كنشوفوا بان لا ليف الفوقانيه كبيره شويه على او التحتانيه كبيره على الفوقانيه، غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون للشفاه باش يعطينا شفاه ممتلئه ومقاد. وبالنسبه للوتان وهذه اخر حاجه نسولك عليها، بالنسبه للوتان اول حاجه كما نتكلموا عليها هو اول حاجه لوتان ديالها دهني، نحاولوا نبريباريو لها لوتان دي برودوي اللي ممكن يشربوا لي هذاك السيبوم دوك الدهنيات من وجهها، عاد نستعملوا ان فون دو تان اللي كيوالم البشره الدهنيه. داكو ولا بودغ بطبيعه الحال؟ بالنسبه لا بودغ اون جينيرال كتبقى ديما لا بودغ هي مات، لا بودغ كيف ما كنعرفوا بانها هي مصنوعه دو لا باز ديال لو تالك، هي اللي كتحاول تفيكسي لو فون دو تان او ميم طون كتشرب هذوك. شكرا عزيز على التوضيحات، دابا غنشوفوا التطبيق ديالهم على كريمه. نخليكم بجوج. أول خطوة قام بها خبير جميل هو محو علامات تعب باستخدام ان كونسولير خفيف مناسب مع لابو ديال المشاركة اللي معنا. ثم مر لو فون دو تان اللي دار على الوجه بالكامل باش يخفي ليها كل العيوب الموجوده، واللي وضعوا بان بانسون ديو فيبر ودار ليها اون كوش كونسولير اسفنجه باش نبقاو محافظين على المكياج اللي درنا. ثم ضاف لها اون بودغ بلو فونسي وكونتورني لانفها وخديها للحصول على وجه رقيق. من بعد كيمر العينين كيخدم اولا جناب ان كريون غليظ باش يكبر لو روكا، وفي لا بوبيير موبيل دار ليها ظل العيون غري غامق باستخدام ان بانسو ابلا. ولإعطاء واحد الإضاءة الشوفة وضع أن فارا أبيض تحت الحجبان، وانتهى بأيلاينر جيل في لالين سوبيريور ديال الحاجب باستخدام هاد المرة أن بانسو لاينر. أن كوش دو ماسكارا لتكبير العين أكثر، ثم قام بإعادة رسم الحجبان أن فارا مارو باش يبانو غلاظ. سلب ان بلوش ودار لها ان روج الافر غلوز روز نيوت في الشفاه ان بانسو للحصول على نتيجه مثاليه. ودابا جا الوقت باش نتعرفوا على كابسول بوتي ديال هذا الاسبوع. لو كريون نوار كيعطي كثافه للنظره ديالكم وكيكبر العين، المشكل الوحيد هو انه كيسيل وفي اخر النهار كيهبط على العينين. عندنا لكم اليوم بعض النصائح باش ما يسيلش لكم القلم فوق عينيكم. اولا خصكم تختاروا قلم بانسو وفارا بوبيير في نفس اللون ديال الكريون، اختاروه ثقيل باش ترسموا به تحت الخط ديال الشفار، وباش تثبتوه استعملوا لو فار اللي خديتو في نفس اللون وديروه بالبانسو تحت لي سيل. حذيو مع اللون الاسود حيت يقدر يبين لي سيرن اكثر، داكشي علاش تقدروا تزيدوا لونتي سيرن و اون بودغ باش تبتوه مزيان على العينين. استعملوا لا بودغ فوق لا بوبيير وتحت من الشفار، بهذه الطريقه غادي تثبتوا الكريون نوار باش يدوم اكثر. بهذه الطريقه ايضا اللون الاسود غادي يقدر يبهات شويه، ما ترددوش اذا تزيدوا شويه ديال لو فار تحت من الشفار، لو فار كيزيد يثبت القلم الاسود اللي استعملتو من قبل. كاينه طريقه اخرى كتعتمد على لو جيل لاينر اللي كيدار من الداخل ديال العين عوض القلم الاسود. الجيل لاينر ما كيتحيدش مع الماء، اذا اللون ما كيسيلش. مع هاد النصائح غادي تحافظوا على المكياج ديال عينيكم طول اليوم. بوغ لو ماكياج بغيت نعرف شي ماكياج يقدر يجي معايا
يكون ديسكري نقدر ندوز به لا جورني كامله ديالي في البيرو اي او ميم طون يكون كي كاموفل ان بو شويه ديال لي طاش اللي عندي. Alors que voilà, le résultat, je venais de faire, même n'ahit le style, le best, ou même n'ahit le make-up, les dirt. Merci à vous et à toute l'équipe. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلوكينغ كيف ما العادة ما عليكم إلا تصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك. حلقتنا وصلت النهاية ديالها، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا من كل النصائح اللي قدمنا لكم في حلقة اليوم. ما تنسوش إلا عندكم أي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا معنا ما عليكم إلا تبعتوا لنا به. زوروا كذلك الموقع الإلكتروني ديال البرنامج وميكليكم تعرفوا على كل ما كيهم الجمال والموضة. تلقوا الأسبوع المقبل في جولة جديدة في عالم الجمال والموضة في برنامجكم زينة زان.